شخابيط لخبط لخبط. انت لسه شفتي حاجه يا بنت؟ هاتي 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 الكيف مناوله صد رد مش صد صد. والله العظيم انا ما فاهمه منك حاجه. ولا انا والله العظيم ما فاهم بهوايا. انت قاعده معايا عينيكي ليا مرايه يا جمال مرايه العين. لا استنى هات الحته اللي بحبها يلا. انا وكيلي تلاقيني لسه بخيلي مش هتبقي لغيري. حلاوتك يا سمسم حلاوتك يا سمسم. ايه بقى؟ ايه؟ ايه مالك؟ انت مفرهضة ولا مالك؟ لا انا مش مفرهضة، انت اللي مفرهض مالك. خالص انا مش مفرهض خالص ولا حاجة. ايه انت ما تعمل لنا بتعمل ايه؟ استني استني يلا شد يا قطوطة شد يا قطوطة. هي مش بتعمل ليه؟ بتعمل ايه استنى؟ ما شغالة. ما شغالة ايه يا بنت؟ بس يا محروس بطل رغيب على حسن حصل الدم كده ضرب في نافوخي ومش قادرة. ما يتسحب الدم ولا في ايه؟ هو كان رصيد في البنك. عادي 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 احنا ما وراناش حاجة. لا ما وراناش حاجة. ايه ده انا مخنوقة وخايفة والله. لا بقى ما تفوقينيش. بقولك ايه؟ ما تطيريش الحجرين من دماغي. بس انا خايفة قوي على خالتي نعيمة. مالها خالتك نعيمة؟ ما عايشة زي الفل. ايه؟ صحيح ما عايشة. لا والله العظيم انا محروس خايفة عليها قوي. اصل خالتي نعيمة دي طيبة قوي، دي ما كانش قصدها حاجة خالص. ما كانش قصدها حاجة ايه؟ انا مش فاهم منك حاجة. انت اتسطلتي ولا ايه يا بنت؟ انا قلت لها يعني كله هيعدي هيعدي. هي كانت كل اللي عايزاه وأملها في الدنيا إن هي تلاقي عيلة لابنها كريم يتسند عليهم كده ويطلع ويبقى راجل كده في وسطيهم. لا ده أنت قصدك تفوقيني. أنت مصدق؟ قصدك تفوقيني. قصدك تفوقيني. الله يخرب بيتك. اسحب اسحب. شد شد. انت هترجعي ولا ايه؟ لا لسعتني جامد في نافوخي. لسعتني؟ اخسى عليها وحشه. والله العظيم. المهم كملي كملي. بس بقى ما هي ما كانش ينفع تسلم دماغها لراجل قتال قتل. اصل جوزها ده ما قلتلكش يا خرابي ده كان بيضربها ويسحلها. هي بقى كانت خايفه تقوله ان الولا كريم ده يبقى ابنه، فراحت هوب بلبسها لعبد الحكيم. انت بتقولي ايه؟ يعني الواد كريم ده مش ابن عبد الحكيم؟ لا. لا ده انت عايزه. استني بقى استني. لا بس بقول لك ايه محروس؟ الكلام ده في سرك. اوعى. اوعى في بير يا قطه. وحد يعرف؟ لا يا حبيبتي مين بس اللي هيعرف؟ مين اللي هيعرف؟ شدي ولا اسحبي ولا اي حاجه على دماغك. انا مش قادره يا محروس. ولا انا والله. طب بقول لك ايه؟ هو مفيش حد هيدخل ياخدنا من هنا؟ بوكس بقى ولا بوكس ولا. لا لا يلا تهينا تهينا. وجيني تلاقيني لسه بخيري مش هتبقي لغيري. ايوه انا غيري مفيش. بقى الواد كريم مش ابن عبد الحكيم. بقول لك ده سر. فايه بقى هتتجنن ولا هتتستر انت؟ في بير في بير. ما كانش اتفقنا. القرار جاي من فوق. يعني ايه القرار جاي من فوق؟ احنا طول عمرنا بننفذ عملياتهم وطول عمرهم العمليات بتاعتهم ماشيه زي الفل. مش معقول ابدا يعني عشان محرم غلط غلطه انا اللي اشيلها. انت ومحرم الله يرحمه محطوطين في ميزان واحد. غلط غلط على فكره. انا مش زعلانه منك، انا عارفه انه غصب عنك انت بتنفذ القرار وبس. بس برضه تقدر تتكلم معاهم، يعني تقدر تقول لهم ان ريم غير محرم تماما وانا اقدر انفذ كل اللي كان بينفذه محرم واحسن مليون مره. وبعدين يعني مش معقول ابدا افضل اعافر واحارب كل الحرب دي والاقيها واحد تاني هو اللي ماسك الليله مش انا. عايز رايي؟ سافري. هو ده الحل الوحيد. تسافري لهم وتعرضي عليهم وجهه نظرك كامله. انا شخصيا مش حاضر.
هسافر لوحدي، ها؟ وانت مش معايا. مش انا صدقيني. اوكي. اهلا ست نعيمة، وحشاني والله. اهلا وسهلا. الله 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 الله، ايه المقابلة الوحشة دي؟ اتفضل. ايه اللي رماك عليا ان شاء الله؟ ايه بقى يعني ده معقولة؟ يعني ده انا جايلك من طريق، بدل ما تقولي لي تشرب ايه تاكل ايه تقابلين المقابلة الجافة دي. تاكل ايه وتشرب ايه وتطفح ايه؟ انت ايه اللي جايبك هنا؟ الله، ده احنا هنبقى عيلة واحدة. الكلام ده تقوله للبنت سامية الهبلة، انما انا بقى فاهمة اللي في بالك كويس قوي. ايه بقى اللي انت فاهماه اللي في بالي وانا معرفوش؟ تكونش فاكر ان انت هتقلب البنت سامية الكاتيانة دي زي ما قلبت فوزية؟ لا فوق، البنت دي ما حلتهاش اللضة وبنلملها، فاهم يا حبيبي؟ يعني عشان تتجوزها لازم تشيل الليلة باللي فيها. الله، هو مش انت برضو اللي مربياها وامها وابوها والحضن الحنايه اللي بتترمي فيه؟ قول كده بقى، انت جاي تقلبني يعني؟ هو في الحقيقه من ناحيه هقلبك فانا جاي اقلبك، انا جاي طالب منك المدد، الدنيا صعبه وانت عارفه الحال. ماشي، انا بقى هندهلك الشغالين عشان يجوا يلموك ويرموك بره. والله انت لو عرفت انا جاي ليه مش هيكون ده ردك. جاي ليه؟ جاي عشان خايف عليكي، خايف اقول كلمه اهد الدنيا على اللي فيها. انت بتهددني يا واد ولا ايه؟ لا هو مش تهديد، بس اصل البت ساميه في لحظه تجلي كده وانونه قالت لي على كل حاجه. قالت لك ايه؟ ابنك القمر العسل. ماله ابني؟ لا ملوش، اصل انا عارف ان الضنا غالي، والواحد لو عرف ان الضنا الغالي ده مش من صلبه هيعمل ايه؟ ممكن يقتله ويقتل اللي عمل كده كمان. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ والله هو مش كلام فارغ، انا قلت اللي عندي، ولو انت مش مصدقاني خلاص براحتك، اروح انا بقى اقول لحسن وهو يشوف بقى ايه. اقعد هنا. البت ساميه دي بنت عبيطه وبتالف، هي بس اتقمصت منك، منها جت قالت لي انها هتتجوزك وانها عاوزاني يعني انا اللي ادفع ثمن الفرش واجهزها، وانا قلت لها لا، بس خلاص هاخدها وانزل افرش لها البيت زي ما هي عايزه. لا تاخديها ايه، انا عايز ثمن العفش كاش. كام؟ والله انت اللي تحسبيه بقى وتقدريه. ماشي، سيبنا افكر واحسبها وارد عليك. خلاص، انا عموما هتعامل معاكي زيك زي البنك، هاخد الفلوس بفوائدها. ماشي. عن اذنك. طيب يا سامية الكلب، انت اما فرقتك وحرقتك بجاز ما بقاش انا.